لإعادة الحقوق للدولة. هو الحقيقة يعني هي ليست مبادرة بالمعنى المفهوم يعني، ومثل هذه الأمور دي سياسة الدولة. الحقيقة انطلقت من أنه السيد رئيس الجمهورية ربنا سبحانه وتعالى يعني مما يعني حباه به وأفاض عليه به من نعماء أنه رجل سوي، رجل هادئ، يحب السلام والسكينة، ولا يسعى إلا إلى بناء مصر وخيرها وخير أبنائها. مثل هذه الأمور مش ممكن تكون مبادرات فردية، وإنما هي سياسة الدولة التي رأينا من خلالها أنه بعد طول تمحيص وطول دراسة أن الإصرار على الإتيان بالمستثمرين والزج بهم في السجون والانتقام منهم أمر يكون كالمنبت لا زرعا أبقى ولا لا زرعا حصد ولا ظهرا أبقى. من هنا كانت المبادرة أنه من يحس أنه أخطأ ويدرك ذلك عن إيمان ووعي بأن مال المصريين لا يجود أن يضيع وأنه سيبادر إلى أن ينتهز الفرصة والتيسيرات التي أعددناها وبذلنا فيها جهدا كبيرا. أنا يعني دعني لا أزيح سرا إذا قلت لك أني ومجموعة العمل في وزارة العدل السادة المساعدين وقطاع التشريع كنا نظل في وزارة العدل حتى ننتهي من هذه التعديلات حتى الثالثة صباحا. هذه المبادرات هي مبادرات من الدولة وهي سياسة الدولة. كل من اعتدى على المال العام وجاء راضيا طائعا بمحض اختياره يقول هذه أموالكم، نقول له متشكرين، هتدفع فوق المبلغ ده مبلغ مماثل يساوي قيمة احتجاز المال العام لديك طوال هذه المدة التي زاد فيها التضخم وسعر الشراء بالنسبة للجنيه انخفض، والفروق التي لو كان هذا المال في يد الدولة أو ظل في يدها كنا بنينا به شيئا، وهذا هو العدل. فلوس الدولة ستعود من خلال وزارة العدل والإجراءات اللي أخذتها وزارة العدل. نعم بالكامل، أرجو بالكامل دي أرجو. احنا عدد الطلبات، أنا طبعا دلوقتي لا أزيع سرا إذا أقولك أن مسألة المستثمر حسين سالم قاربت على الانتهاء وأننا سنحصل منه على عدة مليارات. كم تقريبا؟ خمسة ستة سبعة؟ خليها سر. عدة مليارات، خليها سر عشان الرئيس ما يزعلش، لأن الرئيس عايز 10 مليار. عايز 10؟ 10 طبعا مش هنقدر نوصل للرقم ده واخد بال سعادتك، لكن ان شاء الله مبلغ مجزي ومجزي جدا. ويعني حتى لو كان اي مال نحصل عليه قليل هو خير من لا شيء. وبعدين الكثير من هؤلاء الناس انا اعتقد انهم سيعودوا وسيستثمروا وحيشغلوا ناس وتنطلق العجلة بدلا من العجلة التي توقفت عند الرغبة في الانتقام. فالانتقام لا يبني دول ولا يؤسس الحضارة، إنما الحق. وأنا لا أدعو إلى أنه نتسامح مع أحد أو نترك مال الدولة لأحد كما نظر المنظرون وتفلسفوا، ويمكن في أحد برامج حضرتك سمعت شيء من هذا. أنا أطمئن الشعب المصري الذي أنا معني بخدمته أنه لن نفرط في مليم واحد، وأنه الذي أخذ قرشا سيرده قرشين. القانون هكذا، لن يرده قرشا واحدا بل سيرده قرشين. وتنطلق كم طلب جالكم بصراحة الاتصال؟ في الأصل احنا عندنا دلوقتي نوعين من التصالح. عندنا تصالح في الكسب غير المشروع، وده
معانا على الرحلة أخونا الفاضل مساعد الوزير لشؤون الكسب. أنا ما أعلم أنه الطلبات دلوقتي قاربت على 20، بس من الوزن الثقيل، يعني طلبات من اللي هي تستاهل يعني، خدت بال حضرتك؟ وإن شاء الله الباقي في الطريق. وأنت عارف حركة المصريين لهم بعض الخصال أو الطاعة، يقول لك إيه طب بس لما يبدأ فلان نشوف هيعملوا معاه إيه، ثم تتوالى. عندنا كمان تصالح طبقا للمادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو تصالح يتيح لكل من استولى على المال العام في جرائم أخرى غير الكسب غير المشروع وغير جرائم الرشوة أن أيضا يأتي ليتصالح ويرد المال ومثله. وأعتقد أن هذه بقى يعني وصل عدد الطلبات فيها بالمئات. بالمئات. حضرتك اللي بتعنيه بهذا الكلام انه الدولة مش عايزة حد يدخل السجن، ولكن عايزة تعيد الحقوق للدولة وللشعب. مش برضو مش كده بالظبط يعني، انا اسف. الدولة مش عايزة حد يخش السجن، عايزة الاجرم في حق البلد ولم يبادر او لم يعني ضميره لازال نائما لم يستيقظ يخش السجن. ما يخشش ليه؟ ما احنا ما قدمناش الا كده. انما الذي يعني حتى حضرتك في القرآن الكريم من اعظم يعني ما قاله المفسرون على النفس اللوامة التي اذا ارتكب صاحبها ذنبا لام نفسه فورا. الناس اللي ضميرهم صحي وطرقوا وفيما بينهم وبين انفسهم ايقنوا انه ما كان ينبغي ان يفعلوا هكذا، وانهم لابد ان يكونوا بنائين وليسوا معاول هدم لهذا البلد الكبير. مصر هذه بلد كبيرة، والذي يتصرف على غير هذا الاساس يكون صغيرا. مصر بلد كبيرة وتحتاج الى كبار يديرونها، ولدينا الآن رئيس أقول وبحق، ولست أنا، أنت تعرفني يعني، حتى أنا كمان المنصب ده يعني مكتفني في حياتي، أنا مش مرحب بيه قوي يعني، واخد بال حضرتك؟ ليه بس كده؟ ما أنا بقول لحضرتك يعني، أنا يعني لا أنافق أحدا، أنا أقول أن هذا الرجل الحمد لله الحمد لله الحمد لله تجمعت فيه الخصال التي كنا نحلم بها، وإن شاء الله كما قال مصر قد الدنيا وهترجع تاني قد الدنيا. اشكرك سيادة الوزير. مصر قريبة وأوام